أهلا وسهلا بكم أحبائنا الطلاب في الجزء الثاني من الأدرينال جلاند ديس أوردر الكوشينج سيندروم. كوشينج سيندروم عبارة عن تعرض الجسم لسوبرا فيسيولوجيكال كورتيزول كونسنتريشن، تركيز عالي من الكورتيزول، سواء كان هذا الكورتيزول اندوجينوس تم إفرازه بشكل داخلي من الغدة الكظرية، أو كان اكسوجينوس بشكل خارجي. Patients receiving chronic supraphysiological dose of glucocorticoid are at high risk for developing Cushing syndrome. الناس اللي ماشيين على جرعة عالية من الجلوكوكورتيكويد لفترة طويلة ممكن يدخلوا في Cushing syndrome. بعد فسرجو في أدرينال أكسس، الكوشينج سيندروم متقسمها إلى قسمين: أدرينوكورتيكوتروبيك هرمون ديبندنت، يعني أن الكورتيكوستيرويد بيعتمد على الأدرينوكورتيكوتروبيك هرمون، وأيضا القسم الثاني أن الكورتيكوستيرويد ما بيعتمد على الأدرينوكورتيكوتروبيك هرمون سكريشن. في حالة الأدرينوكورتيكوتروبيك هرمون ديبندنت، أنه يصير عندي مشكلة في البيتوتري أدينوما، إذا كان في أدينوما في البيتوتري معنى ذلك أنه ممكن يزيد عندي إفراز الأدرينوكورتيكوتروبيك هرمون سكريشن. إذا تم إفراز الأدرينوكورتيكوتروبيك هرمون بشكل كبير معنى ذلك أنه بيحفز الأدرينال جلاند، بالتالي بتطلع الكورتيكوستيرويد بشكل عالي جدا. أيضا ممكن يكون عند البيشنت مش بيتوتري أدينوما، إكتوبيك أدرينوكورتيكوتروبيك هرمون، يعني في معايا خلايا منتشرة في الجسم، ممكن تكون بالبنكرياس، ممكن تكون في اللنج، ممكن تكون في الليبر، بتفرز أدرينوكورتيكوتروبيك هرمون. هذا الهرمون بيحفز الأدرينال جلاند على إفراز كمية كبيرة من الكورتيكوستيرويد. أما في حالة الكوشينج سيندروم اللي ما بيعتمد على الأدرينوكورتيكوتروبيك هرمون، في عندنا ممكن يكون عندي مشكلة في الأدرينال جلاند، يعني المشكلة مش بالبيتوتري، في الأدرينال. ممكن تكون أدينوما أو كارسينوما. إيش الفرق بين الأدينوما والكارسينوما؟ الأدينوما عبارة عن بيناين تيومر، والكارسينوما كارسينوجينيك، فيكون عندي مشكلة في الأدرينال جلاند، بالتالي ما بتعتمد على الأدرينوكورتيكوتروبيك هرمون، أو إن البيشنت بياخذ كورتيكوستيرويد خارجي، فهذا ممكن يؤدي إلى كوشينج سيندروم. الباث فيسيولوجي: The plasma adrenocorticotropic hormone concentration is elevated in adrenocorticotropic hormone dependent condition. But not in the adrenocorticotropic independent condition. السبب انه في حالة الاندبندنت بيصير عندنا نيجاتيف فيدباك، وبالتالي بيقل تركيز الادرينوكورتيكوتروبيك هرمون. في حالة الكوشينج ديزيز والادرينوكارسينوما يكون عندنا كمية الاندروجين تفرز بكميات كبيرة، لذلك الاشخاص ممكن نلاحظ عندهم الاكني من السيرول ايريجولاريتي، اذا كانت امرأة هيرزوتيزم، كمان فيريلايزيشن. In women, drug-induced Cushing syndrome has been reported with the use of Chinese herbal products adulterated with corticosteroid. إذا Chinese herbal product، الخلطات اللي بتسمن هذا ممكن تحتوي على corticosteroid، لذلك ينبغي تجنب الأشياء اللي ما عليها أي label. Clinical presentation للكوشينج سيندروم مثل ما اتفقنا من قبل، قسمناها الى 5 مجموعات: جنرال ابييرنس، سكين مانيفيستيشن، ميتابوليك مانيفيستيشن، كاردي فاسكولار مانيفيستيشن، والجينيتي يورينري مانيفيستيشن. فبيكون البيشنت عنده ويت جين، مون فيس، فات اكيوميليشن، والسكين بتكون عند البيشنت هيرزوتيزم، اكني، وايضا احمرار في الوجه. ميتابوليك بيكون عند البيشنت هايبر جلايسيميا، هايبر ليبيديميا، بوليوريا. كارديوفاسكولار بيكون عند البيشنت هايبرتنشن، بريفرال إديما، والجينيتال يورينري بيكون عند البيشنت من الريجولاريتي في النساء وإريكتال ديسفانكشن في الرجال. أنتريتد كوشينج سيندروم، إذا ما عالجنا الكوشينج سيندروم إيش ممكن يصير؟ إنه بتزيد الوفيات بنسبة 4 أضعاف. المورتاليتي عادة بتكون نتيجة الكارديوفاسكولار أدفرس إفكت. الهايبرتنشن، هايبر جلايسيميا، hyperlipidemia are common finding and can be associated with cardiac hypertrophy, atherosclerosis, and hypercoagulability. أيضا ممكن يصير عند البيشنت osteopenia و osteoporosis و increased fracture. كيف بنشخص الكوشينج سيندروم؟ في معنا ثلاثة فحوصات: إما أقيس تركيز الكورتيزول في اليورين
او اقيس الكورتيزول في الدم، او بقيس تركيز الكورتيزول بالصلايفه، نمشي واحد واحد. بنقيس التركيز اليورينري كورتيزول خلال 24 ساعه، اذا كان اليورينري كورتيزول اليفيتد يدل ان بيشتغل ده كوشنج سندروم، يعني اليفيتد مقارنه بالقراءه الطبيعيه. وممكن اعطي البيشنت ديكساميثازون الساعه 11 بالليل، واليوم الثاني مباشره اقيس تركيز الكورتيزول الساعه 8 الى 9 صباحا، هذا الفتره بيكون الكورتيزول وصل للذروه. بعد ما نعمل سبريشن عن طريق الدكساميتازون، اذا كان تركيز الكورتيزول اقل من 1.8 مايكرو جرام بير ديسيلتر، هذا البيشنت ما عنده كوشن سندروم. السلايفا بقيسها عاده اراوند ميد نايت، واشوف يسموها ليت نايت سلايفري كورتيزول، اذا كانت اليفيتد على القراءات الطبيعيه بيكون البيشنت عنده كورتيزول. كيف نعمل تريتمنت؟ ذا جول اوف تريتمنت ان بيشنت وذ كوشنج سيندروم از ريفرسال اوف ذا هايبر كورتيزول، وايضا نعمل مانجمنت للكوموربيديتي. سيرجيكال ريسكشن تعتبر التريتمنت اوف تشويس اذا كان البيشنت عنده اندوجينس كوزز، يعني اذا كان افراز الكورتيكوستيرويد اندوجينسلي. If the tumor can be localized and if there are no contraindication، إذا ما في عندي contraindication وإذا كانت tumor localized معروف مكانه، فيعتبر ال treatment of choice اللي هو surgical resection. The treatment of choice for Cushing syndrome from oxygenous causes، إذا كان السبب ال Cushing syndrome مثلا إعطاء كورتيكوستيرويد خارجي، ال gradual discontinuation يعتبر ال treatment of choice. إذا التريتمنت في معانا فارماكولوجيكال ونن فارماكولوجيكال، نبدأ بالنن فارماكولوجيكال ثيرابي للكوشنج سندروم. في معانا ترانس اسفينويدال بيتويتري مايكرو سيرجري، عبارة عن اندوسكوب بيدخل من منطقة الأنف، بيدخل للسفينويد ونعمل ريسكشن للتيومر الموجود في البيتويتري جلاند. هذا النوع من المايكرو سيرجري can bring about complete remission or cure in 78 إلى 97% of cases، يعني 97% من الكيسز بيحدث لها كيور بعد ما نعمل الترانسفينويدال بيتويتري مايكرو سيرجري. ممكن ايضا البيتويتري الراديشن or bilateral adrenalectomy is usually reserved for patients who are not surgical candidate or for those relapse or don't achieve complete remission of long pituitary surgery. Concomitant treatment with cortisol lowering medication may be necessary في حالة ال irradiation therapy. إذا اخترت ال pituitary irradiation لازم أعطي concomitant cortisol lowering medication، يعني ما بكفي ال radiation أو pituitary irradiation لحالة. ليش؟ لأنه نتيجة ال radiation أو ال irradiation ما بتظهر الا بعد مرور اشهر الى سنوات، لذلك لازم اعطي مع الراديشن فارماكولوجيكال ايجنت اللي عباره عن كورتيزول لورينج ميديكيشن. ممكن نعمل بايلاترال لابروسكوبيك اند ادرينالكتومي، انه بنشيل الادرينال جلاند بايلاترالي عن طريق لابروسكوبي اللي عن طريق المنظار او التنظير. هذا بتعمل كيور ريت بمعدل 100%، بس يحتاج البيشنت انه يمشي على لايف لونج كورتيكويد اند مينرالو كورتيكويد. ايضا تظهر مشكله اذا عملنا بايلاترال لابروسكوبيك ادرينالكتومي، بنسميها نيلسون سندروم. ايش النيلسون سندروم؟ هي عباره عن هايبربليشيا للبيتويتري جلاند نتيجه لزياده افراز الادرينوكورتيكوتروبيك هرمون، تظهر عند 20 الى 50% من البيشنت فقط اذا عملنا بايلاترال ادرينالكتومي. ايش السبب؟ انه اثناء استئصال القدره الكظريه من الجهتين بيصير عندنا هايبر سكريشن للادرينال ادرينوكورتيكوتروبيك هرمون، ويحدث مباشره هايبر بليشيا نتيجه الهايبر سكريشن. فلذلك كيف بنعالج النيلسون سندروم او نمنع حدوث النيلسون سندروم؟ اذا قررنا نعمل بايلاترال ادرينالكتومي لازم اعمل بيتويتري الراديشن اور سيرجري على اساس امنع تكون النيلسون سندروم. لما تبي نعالج بالفارماكولوجيكال ثيرابي، اذا كان عندنا زياده في افراز
الأدينوكورتيكوتروبيك هرمون، بس مش معروف المصدر. يعني اكتوبيك سيلز خلايا متناثرة وموجودة في أماكن متباعدة، صعب أعمل سيرجري. ممكن أعمل فارماكولوجيكال ثيرابي تو كنترول هايبر كورتيزوليزم بيفور سيرجري. يعني قبل إحنا بنحضر البيشنت للعملية لازم يكون الكورتيزول على المستوى الطبيعي. في هذه الحالة لازم أستخدم أدوية اللي بتقلل إفراز الكورتيكوستيرويد. أيضا ممكن أستخدم الفارماكولوجيكال ثيرابي إذا كان البيشنت نوت كانديديت للسيرجري، أو عملوا سيرجري بس فشلت، أو إذا كان البيشنت بيستخدم قررنا يستخدم بتويتري الراديشن أو راديشن، في هذه الحالة لازم أعطي مع الراديشن فارماكوثيرابي ايجنت أو فارماكوثيرابي ايجنت. The most widely used therapeutic classes اللي عبارة عن الأدرينال ستيرويدوجينيسيس انهبيتر، مثبطات تصنيع الكورتيكو ستيرويد اللي عبارة عن الكيتوكونازول والميتيرابول اللي شفناه في تشخيص الأدرينال انسفشنسي والإيتوميديت. في معنا مجموعة أخرى اللي هي الأدرينولايتيك ايجنت ميتوتان والبرفرال والكوكورتيكويد انتاغونيست مثل ميفيبريستون، وفي معنا سوماتو استاتين انالوج اللي بتعمل على ديكريز الادرينوكورتيكوتروبيك هرمون سكريشن مثل البازيروتايد. اهم مجموعه اللي عباره عن الادرينال ستيرويدوجينيسيس انهبيتور. في حاله الدراج انديوس كوشينج سندروم، في هذه الحاله لازم اعمل جراجوال تيبرينج. However, abrupt withdrawal of the glucocorticoid can result in adrenal insufficiency or exacerbation of the underlying disease. في عندنا قاعدة عامة، إذا كان البيشنت ماشي على 7.5 ملغ بير دي of prednisone or its equivalent. في معنى الإيكوفالنت دوز للبريدنيزول 7.5 بنشوفها في الجدول في نهاية المحاضرة. إذا كان البيشنت ماشي على 7.5 ملغ بير دي of prednisone لمدة 3 أسابيع أو أقل، في هذه الحالة مش لازم نعمل تيبرينج. أما إذا كان البيشنت ماشي على 7.5 ميلي جرام أو أكثر لفترة أطول من 3 أسابيع، في هذه الحالة لازم أعمل تيبرينج جراجولي على أساس ما يصيرش عندي أدرينال كرايسيس. هذا 7 ميلي جرام بريدنيزولون إيكوفالنت دوز، يعني إنه 37 ميلي جرام بتكافئ 7 ملغ بريدنيزون، 37 ملغ كورتيزون بتعادل 7 ملغ بريدنيزون. In summary، الأدرينال جلاند ديس أوردر قسمناها إلى أدرينال إنسفشنسي، والأدرينال إنسفشنسي قسمناها برايمري سكندري تيرشري اللي سميناها أديسون ديزيز اللي عبارة عن البرايمري، والبرايمري قلنا بيكون مصحوب بالألدستيرون ريدكشن. أما الأدرينال إكسس قسمناها لقسمين، تعتمد على الأدرينوكورتيكوتروبيك هرمون، وأيضا اللي ما بتعتمد على الأدرينوكورتيكوتروبيك هرمون اللي سميناها الكوشينج سندروم. كلينيكال برزنتيشن للأدرينال إنسفشنسي يقولون بيكون البيشنت عنده ويكنس، فتيج، ويت لوس، هايبوتنشن، هايبوغلايسيميا، جي آي تي سايد إفكت، هايبر بيجمنتيشن، كمان إيش إنكريز في البوتاسيوم ليفل. كيف بنشخص الأدرينال إنسفشنسي؟ بما في معنا أربع طرق للتشخيص، إما بنستخدم unstimulated، ولا في معنا أربع طرق للتشخيص، بقيس السيرم كورتيزول with or without stimulation حساس الشخص البرايمري adrenal insufficiency، أو بستخدم الإنسولين to induce hypoglycemia وأشوف ردة الفعل تبع الجسم، وأيضا الميتيرابول. التريتمنت بيعتمد على الأكيوت أو الكرونيك. في حالة الأكيوت بهتم بثلاث أشياء أساسية، الفلويد ولازم أرفع البلد شوجر، كمان لازم أعطي كورتيكوستيرويد بكمية كافية. في حالة الأكيوت بعطي 2 إلى 3 لتر فلويد ريبليسمنت، لازم أعطي دي إن إس ديكستروز نورمال سلاين على أساس أرفع البلد شوجر. أيضا بعطي كورتيكوستيرويد الهيدروكورتيزون، بعطي 100 ملغ كل 6 ساعات لمدة 24 ساعة، واليوم الثاني بقلل الجرعة إلى 50 ملغ كل 6 ساعات، يعني بعطي 200 في اليوم الثاني 400 في اليوم الأول، وبعدين أقلل الجرعة تدريجيا حتى أوصل للمينتنس دوز اللي هي 15 إلى 25 ملغ بير دي. في حالة الكرونيك أدرينال إنسفشنسي عادة بعطي المينتنس دوز اللي هي 15 إلى 25 ملغ، 2 إلى 3 في الصباح و3 في بعد العصر، على أساس أعمل محاكاة
للكورتيكوستيرويد اللي بيفرز من الغده الكظريه. الكلينيكال بريزنتيشن للادرينال اكسس اللي هي الكوشن سندروم، وهنا بيكون عندنا خمس مجموعات من الكلينيكال بريزنتيشن. الجنرال ابيرنس بيكون عند البيشنت ويت جين اللي هي ترانك اوبوزيتي فيس، والسكين مانيفستيشن تظهر على شكل هيرزوتيزم اكني وكمان احمرار في الوجه. والميتابوليك بيصير عند البيشنت هايبر جلايسيميا، ديسليبيدينيا، بولي يوريا، والكارديو بيصير عند البيشنت هايبر تنشن، جينيتو يورينري بيصير عند البيشنت منسترول ايريجولاريتي في النساء، وفي الرجال بيكون عندهم اريكتايل ديسفانكشن. كيف بنشخص الكوشنج سندروم؟ في معنا ثلاث طرق مختلفة، انه بقيس الكورتيكوستيرويد في اليورين بقيس او بقيسه في الدم بعد اعطاء الدكساميتازون في المساء على اساس عمل تطبيق، او بقيس الكورتيكوستيرويد في الليت نايت او اراوند ميد نايت السلايفا في اللعاب. التريتمنت ممكن فارماكولوجيكال وممكن نون فارماكولوجيكال. النون فارماكولوجيكال سيرجري تعطي كيور ريت عالي جدا، ممكن يوصل ل 97%. الراديشن نتيجتها بتكون متاخره، لذلك لازم اعمل كونكوميتنت ثيرابي with pharmacological agent. الفارماكولوجيكال ايجنت اكثر مجموعه تستخدم اللي عباره عن كورتيكوستيرويد سينثيسيس انهبيتر ليركيتوكونازول. نشوف مع بعض الكيسز. 43 years old woman comes to the pharmacy. She states that she has been feeling gradual more tired and weak. اذا في عندها تعب ارهاق وضعف over the past couple of years خلال السنوات الاخيره. Upon further questioning, she also complained of recurring dizziness, nausea, and diarrhea. إذا في نوزيا، في ديارية، في dizziness. And 10 pound ل 4.5 كيلوغرام weight loss، في فقدان في الوزن. Over the past year, she fills her prescription at the pharmacy and review of the medication profile reveals that fluticasone salmeterol DPI dry powder inhaler 500 إلى 50 فلوتيكاسون والسلمترول يستخدموا لمعالجة البيشنت اللي عنده أزمة أو سي أو بي دي. البترول ميتردوز انهيلر للبخاخ أربع ساعات كل أربع ساعات أز نيدد. هيدروكورتيزون 25 ملي جرام معالجة ارتفاع ضغط الدم. بنتوبرازول 40 ملي جرام اللي هو البي بي أي have been prescribed. She also has history of أزمة exacerbation requiring hospitalization and prednisone taper treatment one or two time per year. السؤال what are the clinical presentation indicated for adrenal insufficiency؟ طبعا weight loss وال weakness وال tiredness nausea diarrhea تعتبر clinical presentation لل adrenal insufficiency. what are the possible diagnostic strategy to confirm adrenal insufficiency؟ ال diagnostic strategies في معنا أربع طرق مختلفة، إنه بقيس الكورتيكوستيرويد without stimulation في الصباح الساعة 6 إلى الساعة 8، إذا كان تركيزه أقل من 3 مايكرو جرام بير ديسيليتر مع ذلك البيشنت عنده أدرينال إنسفشنسي، أو بقيس التركيز الكورتيكوستيرويد بعد تحفيز الغدة الكظرية عن طريق الأدرينوكورتيكوتروبيك هرمون بعد 250 مايكرو جرام انترا ماسكولارلي أو أي في، وأشوف تركيز الكورتيكوستيرويد إذا كان تركيزه أقل من 18 فالبيشنت عنده أدرينال إنسفشنسي. أيضا الميترابول ممكن يستخدم والإنسولين إنديوسينج هيبوغلاسيميا ممكن تستخدم. هذا الأربع الاستراتيجي لتشخيص الأدرينال إنسفشنسي. أفضل واحدة إنه بقيس الكورتيكوستيرويد بعد تحفيزه عن طريق الأدرينال كورتيكوتروبيك هرمون، وأحيانا تستخدم الطريقتين الأولى والثانية، اللي بقيس التركيز الكورتيكوستيرويد randomly without stimulation وبعدين بحفز الكورتيكوستيرويد عن طريق الادرينال كورتيكوتروبيك هرمون، بعطيه اي في او اي ام، وبعد نص ساعه الى 60 دقيقه بسحب عين الدم واشوف الكورتيكوستيرويد وقارنه، اذا كان اقل من 18 مايكرو جرام بير ديسيليتر معنى ذلك البيشنت عنده ادرينال انسفشنسي. How to differentiate between the types of adrenal insufficiency؟ كيف نفرق بين انواع الادرينال انسفشنسي؟ احنا قلنا عندنا في معنا برايمري سكندري تيرشري، عاده بفرق بينهم عن طريق الادرينال كورتيكوتروبيك هرمون وعن طريق الالدوستيرون. اذا كان الادرينال كورتيكوتروبيك هرمون مرتفع بيكون المشكله برايمري ادرينال انسفشنسي، اما اذا كان
منخفض بيكون إما سكندري أو ترشري. أيضا الألستيرون في حالة البرايمري بيكون منخفض، أما في حالة الترشري والسكندري الألستيرون بيكون نورمال. How to treat chronic adrenal insufficiency؟ في حالة chronic adrenal insufficiency إنه بعطي maintenance dose for life، عادة بعطي 15 إلى 25 ملغ من الهيدروكورتيزون 2-3 في الصباح و3 في المساء. If the patient contract upper respiratory tract infection subsequently undergo an acute adrenal insufficiency how to manage such cases. طبعا إذا دخل البيشنت في infection ممكن يدخل في acute adrenal insufficiency. إذا دخل في acute adrenal insufficiency يحتاج البيشنت ICU، ولازم أركز على 3 أشياء أساسية. إنه بعطي للبيشنت فلويد لأنه بيكون عندهم dehydration، وبرفع السكر في الدم لأنه بيكون عندهم hypoglycemia، وبعطي البيشنت كورتيكوستيرويد بشكل كافي لأنه بيكون عندهم adrenal deficiency. بعطي 2-3 لتر من normal saline، وبعطي معها دكستروز normal saline مشان أرفع السكر في الدم، وبعطي هيدروكورتيزون 100 ملغ كل 6 ساعات خلال 24 ساعة. واليوم الثاني بخفض الجرعة إلى 50 ملغ، وبعدين بخفض تدريجي حتى أوصل للمونترنز دوز. What are the therapeutic parameters needed to be monitored؟ الأشياء اللي لازم أراقبها أثناء المعالجة اللي هو وزن البيشنت لازم أعتمد عليه، ضغط الدم، مقياس السكر في الدم، ممكن أطلب كمان الكورتيكوستيرويد ليفل على أساس أعرف فعالية الدواء. Case 2 61 years old man present to the clinical pharmacist for diabetes education. He was recently diagnosed with type 2 diabetes. He also has diagnosis of hypertension, atrial fibrillation, dyslipidemia, chronic obstructive pulmonary disease, depression. He complains of thirst and عطش, polyuria, fatigue, إرهاق. Physical exam reveals an obese body mass index 37 كيلوغرام بالمتر المربع. Gentleman with truncal obesity. Dorso cervical fat اللي عبارة عن تراكم للدهون في منطقة الظهر أعلى الظهر والرقبة. Several small bruises عبارة عن كدمات موجودة. On abdomen and extremities والأطراف. And facial plethora اللي عبارة عن إحمرار في منطقة الوجه. His current medication include metformin على أساس إنه البيشنت عنده type 2 diabetes. أيضا ماشي على لزنوبريل هيدروكلوروثيازايد هايبرتنسيف بيشنت، وورفارين بيشنت عنده اتريال فيبريليشن لازم امنع حدوث جلطات بسبب الاتريال فيبريليشن، ستروك طبعا، اترفاستاتين بيشنت سليبيديميا، فلوتيكاسون سلمترول، ثيوتروبيوم البترول بيشنت عنده سي او بي دي لذلك ماشي على فلوتيكاسون سلمترول وعلى ثيوتروبيوم وعلى البترول از نيدد، والفلوكساتين عاده للدبريشن. فلوكساتين من مجموعة سيلكتيف سيروتونين ريابتيك انهيبيتور. He has been treated several times this year with high dose prednisone therapy. إذن عدة مرات تم معالجته بالبريدنيزون ثيرابي high dose for frequent COPD exacerbation. The clinical pharmacist suggests evaluation for possible Cushing syndrome. أسباب الكوشنج سيندروم. Which finding are suggestive of Cushing syndrome؟ طبعا بوليوريا، فتيغ، بروز نسميها، اوبيزيتي، ترانكال اوبيزيتي، دورسو سيرفايكال فات، فيشيال بريثورا، هذا كلها بتعبر انه بيشت عنده كوشنج سيندروم. وات ار ذا دياجنوستيك تيست او استراتيجي فور كوشنج سيندروم؟ مثل ما اتفقنا في معنا ثلاث خطوات، واحده من ثلاث خطوات لمعرفه اذا كان البيشت عنده كوشنج سيندروم، بالاضافه الى الكلينيكال برزنتيشن و سيتي سكان او الام ار اي، لازم اقيس الكورتيزول اما بالدم عن طريق الدكساميتازون سبريشن تيست، بعطي الدكساميتازون 1 ملغ في المساء الساعه 11، واقيس الكورتيكوستيرون في الصباح وقت الذروه واشوف التركيز. ايضا ممكن اقيس الكورتيكوستيرويد عن طريق اليورين، او ممكن استخدم اقيس الكورتيكوستيرويد عن طريق السلايفا. What are the underlying etiology of Cushing syndrome? Determine the type of Cushing syndrome. The underlying etiology in the patient عنده COPD ودخل في exacerbation وأخذ high dose prednisone therapy for frequent COPD exacerbation. فممكن هذا يدخل البيشنت في Cushing syndrome. فالtype هو عبارة عن adrenocorticotropic hormone independent
What patient education point should be provided؟ أهم education point إن البيشنت لازم يعمل management بشكل كويس لل COPD منشان ما يدخل في COPD exacerbation منشان ما نعطيه high dose prednisone. عندما يوقف ال high dose prednisone لازم نعمل tapering down gradually حتى نوصل لل normal physiological level وبعدين بنوقف الكورتيكوستيرويد، بس ما بنعمل abrupt discontinuation. يعطيكم العافية، سلام.